احسن الله اليكم هذا السائل يقول لفضيلة الشيخ من هم السلف الصالح الذين يحتج باقوالهم في فهم الكتاب والسنه؟ السلف الصالح هم الصحابه والتابعون واتباع التابعين والقرون المفضله التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه هذه هي القرون المفضله وهم السلف الصالح الذين يحتج باقوالهم نعم